يستكمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ممثلا في مؤسسة حياة كريمة فعاليات المرحلة الأولى من مبادرة 600 ألف باب رزق بمحافظة بني سويف، وتم تسليم 100 مشروع تمكين اقتصادي و18 كشكا للفئات الأولى برعاية والأكثر استحقاقا من أبناء بني سويف وسط أجواء احتفالية حضرها ممثل التحالف الوطني ومؤسسة حياة كريمة بالمحافظة بجانب عدد من المتطوعين. ضمن مبادرة 600 ألف باب رزق التي أطلقت التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يستكمل جمعية الأرمان بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة أعضاء التحالف خطواتهم في مبادرة التمكين الاقتصادي بتسليم مشروعات تنموية صغيرة للفئات الأكثر احتياجا بمراكز وقرى محافظة بني سويف، والتي تتنوع ما بين أكشاك لبيع المواد الغذائية وقروض تمويل لمشروعاتهم. عندنا 100 مشروعات تنموية صغيرة، تمويل مشروعات تنموية صغيرة، عندنا 18 مشروع كشك للأرملة والمعيلة، وعندنا طبعا للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة. مبادرة 600 ألف باب رزق كان من ضمنها أو من ضمن فعاليات المبادرة دي إن كان في بروتوكول تعاون ما بين جمعية الأرمان ومؤسسة حياة كريمة. الغرض من البروتوكول هو تمكين الأسر الأكثر احتياجا في القرى المستهدفة من مبادرة حياة كريمة. مكون التمكين الاقتصادي، ويمكن في رأيي هو قد يكون مكون شديد الأهمية، لأنه هو اللي هيحسس الناس بشكل مباشر بثمار التطوير اللي بيتم. أطلقت هذه المبادرة نتاج عقد بروتوكول تعاون بين حياة كريمة وجمعية الأرمان، وجاءت محافظة بني سويف كثاني محطات المبادرة بتوزيع نحو 118 مشروع تمكين اقتصادي على الأهالي، حيث تم البحث والوصول إليهم من خلال قاعدة بيانات مسبقة. قدمت على المشروع، أخذت المشروع، واعمل بقى اوسع المشروع بتاعي عشان اكمل اتجوز واعيش انا وجوزي. ان انا اخد كارت اشتغل وازود شويه واساعد مع ابني واساعد بيتي واكبر المشروع شويه. ما كنتش متوقع ان حاجه تحصل زي كده. اشكرهم بقى كل الناس اللي بتقف في الخير يا رب. مبسوطين، ويا رب يا رب يا رب يجعلهم في ميزانيه حسناته عشان هم وقفوا جنبي، لان انا ظروفي مش حلوه. أحمد إبراهيم يعد أحد المستفيدين من مبادرة التحالف الوطني، ليأتي هذا المشروع ويكون طوق نجاة له من ظروف جعلته غير قادر على إيجاد باب رزق له، وتم تسليمه كشك مواد غذائية يفتح له باب رزق جديد. قعدت فترة جامدة حوالي سنتين ما كنت شغال، فطبعا بدأت طبعا كنت بستلف من ده واستلف من ده، والدنيا كانت دادة معايا، فطبعا الناس دلوني قالوا لي في مؤسسة الأرمان، جامعة الأرمان ممكن تساعدك وكده، فقدمت فيها الحمد لله رب العالمين، وديت ورقي وانا معايا شهاده تاهيل بمعوقين بتاعه البتر اللي في ايدي، والحمد لله استجابوا معايا جمعيه الارمان كتر خيرهم وربنا يعينهم.